قمه مبارك بن حمد بن مبارك ضوء راشد بن زعل بن سيف مزايا راشد بن حمد الكعبي الشاهينيه. هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط التاسع والشوط الاول للانتاج والمنتجين بهذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. المقدمه والصداره غنايم وخميس بن محمد المريخي من يقدم غنايم بهذا التحدي. مزايا في تالي الاسماء راشد بن حمد الكعبي من يقدم مزايا وثالث الاسماء. ووصل الضوء لتقدم اباء جميل بهذا التحدي راشد بن زعل بن سيف من يقدم بن دايل النعيمي. ولكن وصلت الريانيه وعلي بن خالد العطيه بغيال السعود بن سلعان رابع الاسماء. الله وصلت هنالك ضوء وصلت لتقاتل. ولكن برجع الى المقدمه والى الصداره مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. مزايا مزايا وراشد بن حمد الكعبي. ولكن الريانية وعلي بن خالد العطية بغيادة سعود بن سلعان من يقدم اسم كبير متحدي بهذا الصباح الجميل. الريانية أهالي الريان أهالي الريان يا العطية يا العطية. هنالك الله الريانية وعلي بن خالد العطية. شوط الرمز شوط تحدي تحدي كبير ومثير. الريانية وهالي الريان راحت. ولكن تاني الأسماء ووصلت غمة ومبارك بن محمد بن مبارك من يقدم غمة. ولكن الأمتار الأخيرة والحاسمة الريانية الرمز خالد علي بن خالد العطية. أهالي الريان سلام الريان سلام سلام الريانية سلام يا سعود يا بن سلعان سلام تهالينا. تاني الأسماء وصلت غمة مبارك بن محمد بن مبارك. ثالث الأسماء ثالث الأسماء وصلت غنايم وخميس بن محمد المريخي. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان ساعة وصول. الريانية اللي أخذت النهاية قطعت مسافة 1500 متر في 216.66 جزء. تهانينا والناموس لمالك الريانية علي بن خالد العطية تهانينا.